شكرا جزيلا. بالنسبة لمرض كوفيد 19، طبعا اللي يختلف عنه من الأمراض الثانية سواء كانت الكورونا أو المشابهة للإنفلونزا، إن فعلا حسب الدراسات الموجودة ومتابعة جميع المتشافين على مستوى العالم، إن أغلب المرضى راح يتشافون بدون يكون عندهم مضاعفات احنا نسميها طويلة الأمد. بس لاحظوا إن في نسبة لا يستهان بها، بعض الدراسات 30 إلى 40% ممكن تؤثر على أعضاء المصاب. أغلبها طبعا تكون بالأعضاء اللي تأثرت بالفيروس بداية مع المرض. بداية هي ممكن تكون في الرئتين، لأن هي العضو الأساسي اللي يكون فيه الالتهاب الأولي. ولاحظوا أن في مجموعة الدراسات الأولية أن مجموعة من هذا المتعافين يكون عندهم نوع من احنا نسميه التغير وتليف حتى في الرئة، يعني أنه يكون بعد الالتهاب يصير في درجة من التليف، وبعض المرضى يحتاجون للأكسجين إلى مدة أطول، بعضهم ممكن يكونون بالتهابات رئوية تكون لمدة أو متكررة في الوقت لاحق بعد المرض وبعد التعافي. العضو الثاني اللي ممكن يتأثر وفي أيضا في عليه دلالات علمية هو القلب، يعني خصوصا المصابين اللي هم أصلا عندهم أمراض في القلب ممكن يكون يؤدي إلى ضعف في عضلة القلب أو إصابة في جلطات في القلب بعد التعافي من المرض. العضو الثالث أو اللي ممكن يتأثر بعد هو الجهاز العصبي، وبعد من ناحية أنه ممكن يسبب أما جلطات تكون جلطات دماغية بنسبة بسيطة، وممكن بعضهم يكون له تأثير على الحالة النفسية على التركيز وفقدان حاسة الشم والتذوق، وهذه يمكن لاحظها أغلب المرضى سواء في المملكة البحرين أو في دول العالم، وبعضها تأخذ بس وقتها عشان أن هي ترجع. الشيء الثاني والمهم واللي فيه عليه دراسات ومنها طبعا احنا غيرنا البروتوكول العلاجي في مملكة البحرين اللي هو نسبة الجلطات، لان المرض لاحظوا انه بس مو في انه جزء التهاب ممكن نعالجه بأدوية التهاب، في جزء كبير منه له علاقة بالجلطات، وفعلا لاحظنا حتى بعد المرضى خروجهم ومتابعتهم ان بعضهم يرجع بجلطات سواء كان جلطات في الأوعية الدموية او القلب او في الدماغ. طبعا بعض الاعراض من المرض تستمر فتره طويله، ولاحظوا ان بعضهم طلع عنده بعض علامات مثلا التعب او انه يكون النوم او قله النوم او حتى انه مثل ما قلنا اللي هو فقدان حاسه الشم او التذوق لمده طويله، وبعضها يرجع مع الوقت. بس طبعا المرض جديد واحنا طبعا نطلع الى خبره اكثر على مستوى العالم عشان نتوصل الى شنو هذه المضاعفات والى اي كثر راح تستمر.